السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا نعمل مع بعض عجينة القطايف في البيت بطريقة سهلة وبأبسط المكونات وضامنين نظافتها. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ في عجينة القطايف. معايا 2.5 كوباية دقيق، نص كوباية سميد اللي هو دقيق البسبوسة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة بيكنج صودا ورشة ملح، ومعايا 3 كوبايات ميه. الميه قد الدقيق والسميد. نجيب شفشق الخلاط كده وننزل بالميه الاول عشان تسهل علينا الخلط. نحط كل المكونات في الخلاط. طب لو الدقيق بتاعنا بيحتاج ميه كتير نحط معلقه ميه او معلقتين، ولو ما بيحتاجش ميه كتير ولقيت العجينه سايله حط معلقه دقيق، ما يجراش اي حاجه. هنزل بالدقيق ونخلطهم كلهم مع بعض. كده العجينة اتخلطت كويس في الخلاط. عايزين نشوف القوام بتاعها، عايزاها عجينة سايلة كده عشان تدينا قطايف خفيفة وهشة وبتقفل على الحشوة كويس، ومقدار المية مظبوط مع مقدار الدقيق والسمين. هجيب بقى مصفى اصفيها. هجيب درق عشان اصفي فيه، احط عليه المصفى. وانزل بالخليط عشان نضمن ان هو ناعم ومفيهوش اي تكتلات. كده صفينا الخليط اهو بتاع عجينة القطايف. كده عجينة القطايف جاهزة معانا، مش بنسيبها تخمر لان العجينة سايلة زي ما انتوا شايفين كده، فالخميرة بتنشط فيها بسرعة. لو انت عندك القمع بتاع القطايف استخدميه، لو ما عندكيش ببوز الشفشق كده هنصبه في الطاسة، ولو عندك علبة الصوص دي اعملي بيها. احنا هنجرب اللي بالشفشق واللي بالعلب. الامكانيات مش بتوقفنا. كده عملنا ازازة الصوص اهي. يلا بقى نروح عند الطاسة. كده هنولع الطاسة ونسيبها تسخن، درجة الحرارة تكون متوسطة، لا سخنة قوي ولا هادية قوي. هنستخدم علبة الصوص لو ما عندناش القمع. شايفين قوام العجينة؟ حجم القطايف زي ما تحبي، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. وخطوه ان احنا صفينا الخليط بيسهل عليك النزول بتاعها، وده قوام العجين. مش بنقلب فيها ولا اي حاجه. الفقاعات دي تاكد لك ان العجينه ناجحه. جاهز بقى الصينيه اللي هنخرج عليها. مطبخ كده، اول ما العجين اللي على وش القطايف يبدا يختفي كده تبقى العجينه استوت. خلينا نشوف. بسم الله. شايفين مفيش عجينه اهو، شايفين اللون جميل جدا ازاي. شايفين متاخدش وقت. نعمل تاني. عايزه اقول لكم المقدار ده بيعمل كميه كبيره جدا، يعني
يعني دول 3 كوبايات، 2.5 دقيق ونص دقيق بسبوسة اللي هو دقيق السميد، بيعمل كمية كبيرة. شايفين المراحل بتاعة التسوية؟ العجين بيختفي من فوق، والفقاعات دي بتدل على نجاح. أول ما العجين يختفي كده ترفعيها على طول. شايفين؟ زي اللي بتيجي من بره بالظبط وأحسن. نعمل تاني. طب لو انت ضربتها في الخلاط ولقيت القوام بتاعها تقيل، زوديها معلقه ميه وقلبي، ما يجراش اي حاجه. ولو لقيتها خفيفه قوي برضو زودي معلقه دقيق، بس هي كل ما كانت خفيفه كل ما كانت افضل عشان تديكي قطايف خفيفه برضو. اول ما نخرجها كده يدوب نسيبها تهوي دقيقه كده، وبعدين نرصها على بعضها كده. شايفين لونها جميل جدا ازاي؟ باكد ان احنا مش بنقلب عشان البنات اللي لسه صغيره. اول ما العجين بيختفي من على الوش كده بتبقى جاهزه معانا. سهلة خالص اهي من غير قمع ولا اي حاجة. نعمل تاني. ما بنتينش زيت ولا اي حاجة عشان الزيت بيغير اللون، طالما الطاسة مش بتلزق خلاص. لو انت هتستخدميها في حشوة حادقة كبريها، كبري القطعة. الحجم ده اسمه عصافيري، اللي هو الصغنطوط الجميل كده، ده كده اسمه عصافيري. وبرده نسيبها دقيقة كده ونقلبها على بعضها. شايفين اللون جميل جدا. الثلاث كوبايات دي دول بيدونا تقريبا كيلو قطايف. شوف بقى الكيلو قطايف بره بكام. مفيش عجين خالص اهو، واللون جميل. طب لو ما عندناش الازازه دي مش هنعمل قطايف؟ لا هنعمل قطايف وهنتصرف، هقول لكم دلوقتي. خفيفة جدا. طب لو ما عندناش ولا قمع القطايف ولا العلبه اللي احنا استخدمناها اللي هي علبه الصوص دي اللي هي ازازه الصوص، ما نعملش قطايف؟ لا طبعا نعمل دورق عادي خالص اهو، وننزل سرسوب رفيع جدا كده لحد ما نحدد حجم القطايف احنا عايزينه قد ايه. اظن مفيش ابسط من كده.
وبرضو مش بنقلب، بنسيبها لحد ما العجين ده يستوي. بس في عجين فوق اهو، شايفين؟ نعمل مرة كمان نوضح الفكرة. نمسك سرسوب رفيع ونحدد حجم القطايف، هخلص كل الكمية بالشكل اللي انت شفته ده، هخلص وارجع لكم. كده عملنا مع بعض عجينة القطايف بطريقة ناجحة ومضمونة وكمان نظيفة وبترمي كمية كبيرة. استنوا الفيديوهات الجاية فيها القشطة الكدابة اللي هنحشي بيها القطايف، وكمان هنسوي القطايف بطريقة مختلفة. يا رب طريقة في عجينة القطايف تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.